واصبحت بغداد كيلها بالجسر متجمعة، هذا يتفرج هذا فوق خده مدمعة، واح قلبي والجنازة على حمامي. انا ما اقرا انت اقرا، انا بس اجيب نص البيت ونص البيت عليك. الليله موسى بن جعفر حاضر حاضر وياكم باب الحوائج. والجنازه ويح قلبي على فوق ذاك الجسر ذب ومهجتك يا مرتضى، وصل يم جنازته ابن سويد وياه الطبيب، شال شف ايده يشيمه واعتلى منا، أليس لهذا الميت عشيرة؟ قالوا بلى أعظم العشائر عشيرته، هذا جده محمد المصطفى أبوه علي المرتضى، هذا ابن جعفر الصادق جدته فاطمة. قال فليطلبوا بثأره فإنه مات مسموما. شال شفيده وشمه واعتلى منن، قال هذا من عشيرة لوم بلدتكم، كان تسأل عن سبب موته ترى بالسم قضى. يا خلق شفت جنازة بالحديد مقيدة، لحمامي الأربعة تبكي لحال، حول سليمان صارخ بس سمع، قال خبروني ايش صاير ضاق برحب الفضا. قالوا اللي على الجسر صوبين كلهم ينظرون، عدهم جنازة حجاز مدد وإماما. قال بلغوني بعجل لها ترى تزلزل الكون، هذا من بيت النبوة البيدهم حد في القضاء. جهزوا الإمام الكاظم وما جت بغداد بتلك الجنازة، كما تموج السفينة في البحار كل ينادي وإماما. أيوة سيدا يا عظم مشية الشيعة من ورا نعش الإمام، كاشفين الروس جملة من الشراسود الأعلام، النساء تلطم صدرها والزلم تلطم الهام، لإمام بالسجين ميت ولا أحد غمض. يا باب الحوائج مصيبتنا بك عظيمة، ولكن سوف نعرج على المصيبة الأعظم، على مصيبة جدك الحسين الذي ما غسلوه ولا لفوه في كفنين يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. لو كشف لكم الغطاء لرأيتم موسى بن جعفر في هذا المأتم يقول واجد عن غريب الغاضرية وين راحت شيعته، ليت حضروا قبل ما تدوس العوادي جثته. اسمعوا زينب تنخي من يشيل جنازته، جثته ظلت على حر الصعيد مردد.
أنا عندي خطاب ويا فاطمة المعصومة، أقلها سيدتي ومولاتي يا فاطمة يا ابنة موسى بن جعفر، هل حضرتي عند الجنازة؟ شافت الجنازة فاطمة لو ما شافت الجنازة؟ فاطمة المعصومة يا معصومة قوم يا شفيعة الشيعة، شفتي جنازة موسى بن جعفر لو ما شفتيها؟ إذا جيتي لجنازة الكاظم بتقعدي على جنازته، بتنظرين إلى رأسه، بتقبلين جبهته، أحد يمنعش؟ هل سمعتم أن فاطمة المعصومة ضربوها على جنازة موسى بن جعفر؟ هل سمعتم أن بنات الكاظم منعوهم يجون يودعون؟ يا فاطمة المعصومة ترى سكينة منعوها ما تودع الحسين. إذا قبلتي رأس الكاظم ترى فاطمة ابنة الحسين وقعت على صدر الحسين فقبلت الحسين في منحره. والله يرهى صبر سكن على صبر أيوب يرهى، وعن جسم الحسين الشمر ترضى ترضى يا صاحب الغيرة، سحبوها جروها جروها، وعن جسم الحسين الشمر يرهى يرهى مثل زينب شلون يزيد، يراها يرهى ويدخلها على المجلس هدية، ويدخلها على المجلس المجلس هدية بحق باب الحوائج موسى بن جعفر، فرج همومنا اكشف غمومنا.